استضاف مركز كوين الصحفيين والاتصاليين سيزا بالدار البيضاء أعضاء الشبكة الوطنية للصحفيين خريجي الجامعات والمعاهد، وكان اليوم درس افتتاحي على شرف هؤلاء الخريجين. وقد تطرقنا من خلال هذا النقاش إلى العديد من النقط التي تهم التكوين والتكوين المستمر، وأيضا آفاق الشغل بالنسبة لكل خريجي معاهد والجامعات. وقد كانت فرصة أيضا لإلقاء الضوء على مجموعة من العوائق التي تعترض المشهد الإعلامي بالمغرب، كما لم تفتنا الفرصة في الوصول إلى مجموعة توصيات ستشكل إن شاء الله مستقبلا أرضية نقاش لتحسين الوضعية الاجتماعية للصحفي، وأيضا كمدخل لإصلاح الإعلام بالمغرب. دونك الدرس الافتتاحي اليوم ديال اللي انضموا المركز ديال سيلسا شار الاهم النقاط والعوائق اللي كيشهدها المجال الاعلامي وكذا الصحفيين، سواء خريجي المعاهد والجامعات سواء الخاصه او العموميه. دونك كان الهدف من هذه الدوره هو اقتراح حلول ناجعه للنهوض بهذا المجال اللي كيمثل سلطه رابعه في المجال على الصعيد الوطني، وكذا النهوض بالدبلوماسية الإعلامية اللي كتمثل الصورة المغربية خارج الحدود. إذا من بين زعما الاقتراحات اللي اقترحناها سواء أنا كمنسقة ديال جهة فاس مكنت بالنسبة للشبكة الوطنية أو الأستاذ طاهري، من بين الحلول اللي اقترحناها هي تكوينات لازمة سواء فيما يخص الصحافة المكتوبة أو صحافة السمعي البصري بالنسبة لكافة المتخصصين في هذا المجال. فيما يخص أيضا الصحافة الجهوية التي تعتبر هيكل من الهياكل للنهوض بالصحافة الوطنية أو بالصحافة الجهوية. اليوم حضرنا دورة تكوينية نظمها مركز سيلسا. اليوم كان هو عبارة عن درس افتتاحي، كان هدروا على آفاق ديال خريجي المعاهد والجامعات في كل ما يشمل الصحافة والإعلام. كانوا النقط الأساسية اللي ركزت عليهم الدورة اللي هي شنو الآفاق ديال الصحافي، المشاكل اللي كيلقى الصحافي فيما يخص تكوين فرص الشغل، أي حاجة عندها علاقة بالعوائق، وفي نفس الوقت شنو هما الحلول المقترحة لهاد المشاكل هادو.